الخير، بنرحب بكم مشاهدينا مشاهدي سي بي سي في كل مكان، واهلا بكم معنا ويوم جديد من استوديو المرشحين. مصر تنتخب الرئيس. بنرحب بالساده الحضور المتواجدين معنا في الاستوديو، وبالتاكيد بنرحب بالساده اعضاء لجنه الخبراء. بالامس كانت الجوله الاولى في الحوار معه، والليله نستكمل الجوله الثانيه في حوارنا مع المرشح الرئاسي لهذه الليله في برنامج مصر تنتخب الرئيس خالد علي. خالد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك في الجوله الثانيه من الحوار معك. اهلا بيك استاذ خالد. بالامس كان الجزء الاول من الحوار، وقبل ما نبدا في الجزء الثاني النهارده اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا نتعرف على اهم ما جاء في الجزء الاول من حوارنا مع المرشح لانتخابات رئاسه الجمهوريه الاستاذ خالد علي. خالد علي المرشح لرئاسه الجمهوريه. مصر مرعوبة وخايفة وتعبانة، نفسها تحس بالأمان، ونفسها كمان تحس بالكرامة والعدالة الاجتماعية. كل اللي طلعوا عشان الثورة من يوم 25 لحد النهاردة من شبابها وولادها بيحلموا بتحقيق الأهداف دي. عناصر ذمتي المالية، أنا وزوجتي بنعيش في شقة في امبابة في بشتيل. مصدر دخلي أنا وزوجتي من مصدر دخلي أنا من المحاماة ومن العمل. كنت بعمل في مركز هشام مبارك للقانون، ثم المركز المصري للحلول الاقتصادية والاجتماعية، واستقلت منه لما انتويت أترشح عشان أفصل ما بين العمل الحقوقي والعمل السياسي، زائد مصدر دخل زوجتي من عملها. ده مصدر دخلنا الوحيد. حضرتك ذكرت برضو في أكثر من مناسبة على ضرورة إحياء القطاع العام. القطاع العام ده اللي الاقتصاديين بيتعالوا عليه هو اللي حمى مصر في سنة 73. ده قطاع الشعب، ده مش قطاع اشتراكي ولا قطاع العالم الكفرة زي ما بيتقال عليهم ولا اليساريين. ده ملك الشعب المصري وحماها، وهو اللي هيقدر يحميها، وعودته ضرورة استراتيجية وأمن قومي. في حالة وصولك لمنصب رئيس الجمهورية، كيف ستتعامل مع أهم وزارتين سياديتين وأنت تتباهى بكسر الأولى وتهدد الثانية؟ وهكسر كل رجل تهين كرامة المصريين. مصر دولة مش فقيرة، مصر شعبها مش متخلف زي ما بيقولوا، احنا شعب واعي ومحترم، بس دلوقتي في صراع شرس على السلطة هو اللي مسبب كل الأزمة دي أمنيا واقتصاديا وسياسيا. وللأسف احنا قدام اتجاهين، اتجاه عسكري بيحتكر الوطنية وان هو الوحده اللي عارف المصلحة وقايم على الأوامر والسمع والطاعة، واتجاه ديني بيحتكر لوحده الدفاع عن الإسلام وعن العقيدة وقايم على السمع والطاعة. مصر في حاجة للتوازن السياسي، اصنعوا الطريق الثالث بخالد علي وشباب الثورة. سؤال حلقة اليوم، الحوار مع المرشح خالد علي، غير رأيك فيه؟ أكد رأيك فيه؟ لست متأكدا. للتصويت عبر الاس ام اس على رقم 92233 اكتب كلمة شارك ثم اترك مسافة ثم رقم الإجابة، وللتصويت عن طريق الفيسبوك facebook.com/cbcegypt. شارك برأيك في مصر تنتخب الرئيس.